لو مع دخول الشتاء بيحصل لك تورم في اصابع ايديك او رجليك بالمنظر ده، في الفيديو ده اللي يعرف بقرص الصقيع بنتيجة انخفاض درجة الحرارة، فبيحصل انقباض في الاوعية الدموية بتاعت الاطراف، بيخلي وصول الدم للاطراف مش بالطريقة السهلة، وبالتالي بيحصل التورم والالتهاب. علاج الموضوع ده اول حاجة طبعا نتيجة انخفاض درجة الحرارة لازم نحصل تدفئة كويسة جدا للاطراف، ان احنا نلبس شراب وجوانتي، وبحيث ان احنا نضمن وصول الدورة الدموية للأطراف. خطوة لازم نبدأ نشرب سوائل كتيرة بحيث ان هي بتوصل الدورة الدموية، اي سوائل بتوصل الدورة الدموية وخصوصا السوائل الحارة زي القرفة وزي الجنزبيل. ناخد اقراص نتيجة طبعا في التهابات وتورم، ناخد اقراص زي الامبيزيم قرص 3 مرات قبل الاكل، ده مضاد للتورم والالتهابات. عن اقراص عشان توصل الدورة الدموية الطرفية زي اقراص الترنتال او البنتال 400 قرص بعد الفطار وبعد العشاء. لو الاطراف دي مصاحبة بالتهابات التهابات شديدة جدا زي ما احنا شايفين، هناخد كريم زي الكيوتي فيت كريم مرة مساء. الشتة دي قوية جدا وهتتغلبوا بيها على قرصة البرد اللي بتحصل لناس كتير في الشتة.